قدرة رئيس الجلسة، أيها الخطباء الكرام وإخواننا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل إلقاء خطبتي أرجو منكم أن تشكروا الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرا، وأرجو منكم أيضا أن تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة المباركة أشكر رئيس الجلسة على الفرصة النفيسة التي أعطانيها في إلقاء خطبتي تحت موضوع تعهد الشباب. سوف أخبركم عن نضال الشباب الإندونيسية في نضالي من أجل الاستقلال، والذي أدى آخرا قسم الشباب في 28 أكتوبر 1928. تعهد الشباب وتعهد شبابي بالتوحيد الوطني لمختلف القبائل والعراق والثقافة وتوحيد اللغة وهي اللغة الإنجليزية. إن نضال الشباب الإنجليزية طويلا جدا، وقد اجتمع جميع الشباب الإنجليزية عادة مرة لتنفيذ صيغة تنتهي بتشكيل تعهد الشباب. بالطبع مع صراع طويل جدا، يثبت أنه ليس من السهل تحقيق الاستقلال. هناك عديد من المشاكل التي يجب حلها لتحقيق مثل الشباب، وهي توحيد الإندونيسية وتحريرها من الاستعمار. لذلك أمل أن يقدروا أن أصدقائي خدماتي الأبطال الذين ضحوا بأكثر في الماضي، ويتذكرون دائما أهمية الوحدة. ربما هذا كل ما يمكنني قوله لك. أعتذر إذا كانت هناك أوجه قصور وكلمة خاطئة. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.